فيها اكتئاب تاني، فبقت فعليا هي مستخبيه من الدنيا ورا جوزها ورا الراجل. ولما الراجل لظروف اختفى من حياتها، بقت مضطره تبتدي يا اما تكتئب وتقعد في بيتها مش هتعرف تربي بنتها، يا اما تبتدي تواجه الحياه وتشوف خطوه بخطوه رحله الست دي لحد ما فعلا تاخد اول. مش مكسوفه ان انا اقول ان انا كان في حاجات كتير قبل كده.
بيعاني من كمية. أنا كنت كده في الأول وأنا نازلة أعمل شغلي ومش ههزر وكده قوي قوي. الفيلم ده أول مرة في حياتي أبتدي أفوت وأضحك وأهزر غالبا بصورة مش واعية. أنا ما كنتش عايزة أستسلم لحالة الاكتئاب خصوصا بعد ما فهمت الشخصية وشفت هي رايحة فين. أنا مش عايزة أستسلم. أنا عندي أمل إن بكرة أحلى. أنا عندي أمل إنه هقدر أشوف حياة. تفجر جوايا كمية ضحك وهزار وإيجابية وكواليس الفيلم كانت ظريفة جدا. على قد ما الفيلم غامق بره لكن جوه احنا كنا ما بنبطلش ضحك تقريبا الا يعني في المشاهد تراث وتاريخ وحواديت ما
مليانه ماده خام لافلام الخيال. Thank you.
ابواب السماء مفتوحه يا رب يا رب ونلاقي دور من الادوار دي بتعمل بنجاح ان شاء الله. حسيبك بقى تسعد السياح ما شاء الله صوروا السياحه الحلوه. انا جيت من 4 سنين كده الحمد لله الدنيا بدات ترجع ودي ميزه يا بوسي.